السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم منوعة في الحالة. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات رشيد. النهاردة إن شاء الله نازلين رشيد إن شاء الله برضو في العش صيد قارب يا جماعة، مستهدفين إن شاء الله القاروص والدنيس وكل أسماك البحر اللي داخلة من بغاز رشيد. بصوا أخوانا، عشان في ناس هتسأل القعدة دي أنا عليها إزاي أو كده، أنا هنا عند ناس قرايبي. لو نزلت أي حتة في برج رشيد هتلاقي فلايات كتيرة. ممكن لو انت عايز تسرح بالقارب تسأل اي حد فين صاحب القارب ده، والناس متعاونة يعني، والناس طيبة، وممكن ما ياخدوش منك فلوس، ممكن ياخدوا حاجة رمزية. في قوارب ياما برضو بتبقى راكنة في برج رشيد ممكن تطلع عليها. السمك هنا يا جماعة بالنهار بيمسك الغرق وبالليل بيطلع على الشط. موضوع مش صعب، بس هو الصيد هنا بيحتاج صبر عشان بس تبقى بتفهم. توتال الحصيلة معاك بإذن الله لو قدرت تصبر بتكون حصيلة كويسة، ولكن ما بتاخدش ورا بعضه. ممكن كل ساعة تاخد لك سمكة، بس بتاخد سمكة حلوة. في وسط الكلام ده ربنا ساعات بيكرمك بسمكة محترمة جدا يعني. العدة المستخدمة النهاردة إن شاء الله معايا 3 عيدان 3.5، عود شغال بيه فلة حرة بالجمبري الحي، وعود شغال بيه دود مشرشر ونار، وعود اخير برضو شغال مرقد بيه على سردين وجمبري الميت. الجمبري اللي بيموت مني بناخده بنطعم بيه وبنرقد بيه سواء. متنسوش لو اول مره تشوفونا تشتركوا عندنا في القناه، لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك، وان شاء الله يومكم جميل. كل سنه وحضراتكم بخير. معانا دلوقتي يا جماعه العده اللي احنا بنستخدمها في الشغل ان شاء الله. نبدا باول حاجه السلاح. السلاح اللي انتم شايفينه ده يا جماعة ده الكونة 6. كونة 6 اي سلاح بكرش او الحربة بتاعته تكون طويلة. ده ان شاء الله هنشتغل بيه ايه، بدود، سواء كان مشرشر او جراء، اي دود. ومعايا هنا السلاح ده تنقن الامين 515، ده بنشتغل بيه ترقيد جمبري ميت او جمبري حي او سردين. ومعايا السلاح ده 01 الامين برضو 515، ده بنشتغل بيه في الايه، في الجمبري الحي. نرمل كده مع بعض جوز. طبعا انا ايه المفروض ان انا ان شاء الله بنشتغل بفردين طوال، فرد مثلا 90 سنتي وفرد 80 سنتي. طبعا يا جماعه الترميله بتاعتنا اهيت، انا بناخد بنمسك نعمل الخيط بالطريقه دي كده، وبنمسك السلاح وبنمسك الفرد ده ونبدأ ايه نلف بالطريقة دي كده. في الاخر بنمسك الفرد بتاعي وبنعديه من ايه، من الخية دي كده. تمام يا شباب، نرجع نشد ومنقطع طريقة الرمال بتاعتي. الفرد التاني برضو اهو يا جماعة من اولها اهيت. نمسك دي كده ونخلي قيمة 10 سنتي ونوجه الخية ناحية السلاح كده بالطريقة دي كده. نمسك الفرد ده ونبدأ نلفه كده. الطريقة دي ان شاء الله يا جماعة اسهل حاجة للرمال الطويل، الربطة دي، وده لكل شغل رشيد. رشيد يا جماعة كلها خير، هي مش محتاجة غير صبر بس، عشان بس تبقوا فاهمين. يعني بيجي عليك وقت تحس ان الماء دي ما فيهاش سمك خالص، سبحان الله في الوقت نفسه تلاقي نفسك رحت ضارب وحش انتش متخيل ان هو ايه، ان هو جايلك. تعشم في الله طبعا وبتفضل صابر لحد ما بتاخد رزقك. نبدأ يا جماعة ايه بعد ما نخلص بنربط رابطة زي دي كده، وزي ما انتم شايفين بين الفرد والتاني حوالي 20 سنتي، وبنرجع نعمل ايه عقدة تانية برضو كده بينهم هما الاتنين، بحيث ان انا نبعدهم عن ايه، عن بعض.
طبعا العقدة دي انا مجهز الايه الفروش وعليه الايه وعليه المدور والرصاصة. ديت اهي الرصاصة والمدور زي ما انتم شايفين، الرصاصة حرة والمدور بتاعها اهو. المدور يا جماعة اهوت بيبقى ليه مشبك، نحل المشبك ونيجي على الايه على الخية ونعلقها ايه جوه المدور. انا معايا يا جماعة معايا طرد دود نار، هنبدأ بيه ان شاء الله. الاول ده الكيس بيجي كده، نجيب له طبعا ايه علبة زي دي كده ونفضي فيها. عامل ايه يا حبيبي؟ والله الحمد لله، كل سنة طيب. طعم ازاي بالنسبة لدود النار؟ دود النار جامد شوية، فأنا ايه بنجيبه كده بنشكه من دماغه وبندككه زي الطعم بتاعنا العادي. حنش واحد بيكفي للصنار، دود النار يا جماعة حنش واحد بيكفي للصنار، مفيش داعي للاتنين. غير المشرشر، المشرشر طعم طري بنشكه من دماغه بس بندلدله. هنوري لكم برضو تطعيمة الايه المشرشر دلوقتي ان شاء الله. ده كده دود النار اهوت، حمش واحد بيكفي. نشك الفرد التاني. طبعا انا قاعد على مركب، لو انت على البر هتعمل نفس القصة وهتشوح برضو من ايه من على البر. حنش كبير اهو، النيس وصل الرجال، شكله النيس ان شاء الله. صلى على النبي. ادريس فرد اهو يا جماعه، ادريس ما شاء الله كباري. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. على فكره يا جماعه والله العظيم، بص شعره كده الغمزه بتاعتها شعره، بنعلق لقيتها فيها وما شاء الله دنيس عدل ما شاء الله داخل على النص. الله اكبر. الله أكبر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كده تاني حتة معانا هي نيسا وأروسو. يا جماعة طعمة المشرشر، الصنار زي ما قلنا الكونة، نجيب الصنار ونشكه في الراس كده بس ونسيبها مدلدلة كده. طبعا ما بنحطش واحدة، بنحط أكتر من واحدة لأن أنا مستهدف سمك كبير.
تمام يا جماعة، هنزود كذا دودة ونتوكل على الله نرمي. طبعا رملنا فرد الجمبري الحي، بناخد في الجمبري الحي فرد واحد، بناخد العيار بتاعه على مقاس ذراعات الاتنين مفرودين، بحيث ان انا لما ناخد عيار المية من على الفلة، يعني طبعا انا شغال بطريقة الفلة الحرة، ان شاء الله هنسيب رابط تجهيز الفلة الحرة في الوصف. لما بناخد عيار الفلة الحرة في المية، ان طبعا بننزل الرصاص على الارض والفلة بتبقى نايمة لحد ما تبدأ تعوم معايا. بعد اول ما بتعوم معايا بنبدأ ناخد تقصير قد دراعات الاتنين عشان نعرف العيار بتاعي، يعني هو انا بناخد عيار الرمال على قد دراعات الاتنين، واول ما الفلة بتاعتي تبدأ تعوم من على الارض نبقى انا عارف ان الرصاصة يا دوبك على الارض، بنبدأ نقصر برضو دراعات الاتنين تحت منها بشبر، بحيث ان انا عايز في الاخر الجمبري بتاعتي تبقى عايمة بشبر واحد فوق الارض. ده يا جماعة نظام برضو الجمبري الحي في رشيد، وممكن تشتغل بيه برضو ترقيق. تمام، هنبدأ ان شاء الله نطعم. طبعا ده الجمبري بتاعي، انا شاري شوية دول يا جماعة ب 20 جنيه من عند محسن بركات في المعدية. على فكرة انا خدت ضربة على دود النار، بس كنت بنجهز العدة ما عرفتش ناخدها. هنطعم ان شاء الله هي دي جمبري صغيرة، هنطعمها من ديلها عشان السلاح كبير، فلو اتدخت من رصاصها لو طعمتها من، بس يا جماعة هنطعمها من ديلها عشان السلاح كبير شوية، لانها لو انضربت من راسها هتبقى مش هتعوم ياما في المية زي ما انتوا شايفينها اهي. ان شاء الله بتلعب. طبعا الجمبري بتاعي هنحطه في الضلف لو انت عند منك شمس، انا طبعا عشان في المركب هنا هنركنه ورا كده في الحتة دي. نبدأ ناخد العيار بتاعي زي ما قلت لكم. دي يا جماعه الخرزه بتاعتي اهيت، بنبدا نرفعها لفوق لحد ما ناخد عيار الميه زي ما قلت لكم. الفله كده معايا الفله كده معايا وصلت الارض، بص هتلاقي الايه عايمه نايمه زي ما قلت لكم. نبدا ننزل بالرصاصه كده ننزل بالزناقه كده، الفله الفله عامت معايا. بعد كده هناخد ديت ونقصرها دراعاتي، ننزل بيها لتحت قيمه دراعاتي اللي انا رملت بيها كده، هي دراعاتي، وبعد كده شبر كمان، تسيبها بقى تعوق مع نفسها وتاخد رزقها ان شاء الله. ازيك يا حاج الله يخليك. هو عم حماده فين بالله عليك؟ عم حماده قولي له ابو يحيى بتاع دمنهور اللي اعطلك التصاريح، ما تعرفيش هو عامل التصاريح ولا لا؟ ايوه ابو يحيى بتاع دمنهور وقولي له هو صلح لك العده. ماشي سلامتك يا حاج، سلامتك. Thank you.
اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايوه امال، اللهم صل على النبي. اول استفتاح زي الفل ان شاء الله. يا رب يا كريم ارزقنا رب. استفتحنا عروس يا شباب. الله أكبر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الحتة التانية هجر بالمغرب إن شاء الله، الحتة التانية هجر بالمغرب يا جماعة إن شاء الله. الله كريم، الله كريم. يعني هي مش كبيرة برضو ومش صغيرة، الحمد لله، الحمد لله على أي حال. اللايك يا شباب، اللايك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، اللهم بارك. صباح الفل، ده احلى صباح ده ولا ايه؟ الله اكبر يا جماعة. سمك مش كبير بس ايه، مش صغير برضو، مش هين يعني. لايك. اول حتة نقطة معانا النهاردة وش الصبح. الله كريم. صباح الفل، يا صباح الورد، صباح الدنيس،
صباح الدينيس، ما شاء الله دنيس عافية يا جماعة، أقسم بالله دنيس عافية. السمكة أنا ما كنتش عارف نرفعها. الله أكبر الله أكبر، صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي يا جماعة. صلاة النبي، ده ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوة دي؟ لو ايه، الله اكبر، دي نسي مين حلاوتك في الشوي. بص يا جماعة كده ان شاء الله، كده ان شاء الله بارك الله فيما رزق. انتظرونا بقى ان شاء الله فيديو جديد باذن الله. متنسوش تدعمونا باللايك، لو اول مرة تشوفونا اشتركوا عندنا في القناة. كان معاكم اخوكم سامح الخوالقة. نختم بكده الفيديو. Thank you.